تعيش حالياً تركيا نوعاً من العزلة السياسية والاقتصادية صاحبها شبه توقف تام لعمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بعد انسحاب غالبية الشركات العالمية من سوقها. وشهدت الساعات الماضية مساعي تركيا استفزازية، خاصة بعد قيامها باتخاذ إجراءات مفاجئة تتضمن إعلانها البدء في التنقيب والبحث عن البترول في منطقة بحرية غرب قبرص على مقربة من الحدود المصرية، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقوانين الدولية ويشكل مساسا وخطرا على الأمن والاستقرار بالمنطقة بوجه عام، وبمثابة استفزاز صريح لمصر لقرب المنطقة من الحدود المصرية التي تم ترسيمها مع دول قبرص، وذلك وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعلوم البحار الموقعة عام 1982. فبدورها حضرت الخارجية المصرية تركيا من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن إقدام تركيا على أي خطوة دون الاتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط قد يكون له أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة التزام كافة دول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.